السيد قضية التحقيق راه في صدد استدعاء الشهود. كل مرة كيحضروا واحد الشهود اللي كيستمع ليهم، كيستمع الأقوال ديالهم، وراه هو في والبحث راه غادي في سرية. وكنتظروا حنا كل أمل، كنتظروا إن شاء الله يبانوا هاد الجنات هادو وينالوا العقاب ديالهم. الأيام ديال الجنازة ديالو ما رديتش البال أنت، ما ايام ديال الجنازه ديالو اليوم ديال الجنازه بالضبط، حنا كنا مصدومين واحد الصدمه، لان الاخ ديالنا ما كان لا مريض ما كان حتى شي حاجه. كيجي انسان على غفله تيقول لك راه الاخ ديالك توفى، راه تصدمنا ما بقيناش عاقلين كاع حنايا على حتى شي حاجه. حتى دازت واحد الايام هكذا عاد بقات كتوصلنا اخبار هذه، وهذيك الساعه على بناء على ديك المعطيات اللي وصلت لينا حنايا، راه تقدمت انا بشكايه تقريبا واحد 15 يوم ولا 16 يوم مور الوفاه ديالو للسيد وكيل العام، بشكايه اولى، وتقدمت بشكايه ثانيه وبشكايه ثالثه، وبقيت تابع القضيه الى ان اعترفت اقرت المحكمه بالمجهود ديالها الذي يحسب لها وعلى راسها السيد الوكيل العام، بانها راه جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد، وانها ليس حادثه سير. اي مواجهات كانت مع الزوجه ديالو والاخ ديالو؟ حنا ما عندنا مواجهات حتى ماشي واحد، حنا باش يفهم الراي العام ويفهموا الناس كاملين، حنا كنبحثوا في جريمه قتل. كيفاش واحد الانسان اللي غادي يسمع باه مات مقتول وما غاديش يبحث في سبب الوفاه ديالو؟ كيفاش واحد الاخ اللي غيسمع الاخ ديالو مات مقتول وما غاديش يبحث في سبب الوفاه ديالو؟ ملي حنايا نضنا كنبحثوا في هذه القضيه هذه، ولينا كنتعرضوا للاستفزاز، ولينا كنتعرضوا للتهديدات، ولينا كنتعرضوا للاجيال، ومع ذلك حنايا حتى شي حاجه ما كتردنا. ابتسام ما كتهمش الام ديالها، ابتسام كتقول تصريحات اللي تقالت ليها، هذيك مجرد تصريحات تصرح بما قيل لها. تقال ليها قلت، ما وجهت الاصبع ديال الاتهام حتى شي واحد، وجهت الاتهام هي هذيك مجرد تصريحات، وتصريحات كاينه حنايا، تصريحات كاينه، تصريحات موجوده. مهم باش ما تقولش بان اتهمتها، الا اتهمتها راه كاين القضاء، كاين اي حاجه. حنايا راه هذه المساله هذه راه انسان غادي يتهمو بقتل، راه لا يقال تجي تتهم الام ديالها بالقتل، ما تهمتهاش، هي قالت مجرد بان امي شنو قالت لي، صافي قالت لي با مات مقتول، ومن حقها تعرف الحقيقه راه با هذاك. وملي كان واللي هي بدات كتبحث في الحقيقه هذا، راه من المفروض الام ديالها تنوض تعاون معها وتبحث حتى على الحقيقه ولا الاخوان الاخرين. علاش غادي يحاولوا يستفزوها او لا يحاولوا يخوفوها او لا يحاولوا يدخلوا معها في مواجهه باش يصدوها على باش يردوها على البحث. اليوم كنا غير طلعنا على الملف، مستجدات شنو كاين في الملف بالنسبه لتعيين الفرقه تعيين كاين السيد، كاين الشهود بالاستدعاء ديالهم، كاين واحد المجموعه ديال الشهود اللي غادي يحضروا كل نهار، كاين على حسب التواريخ كل شهود عندهم التاريخ ديالهم ديال الحضور. وبالنسبه وطلعنا على بالنسبه للمستجدات ديال تعيين الفرقه الوطنيه هذا ديال الدرك الملكي. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.